أكمل أول بدل المعاملة إياها. معلش، امبارح كان عندي مشكلة مع ابني، عشان كده ما كنتش مركزة معاكو خالص. كل ده ومش مركزة؟ أنت كان ممكن ببساطة تقولي لنا نأجل الميعاد لوقت تاني. اسمحي لي بس يعني كده أقول لك كلمتين. إحنا برضو ستات وأمهات، كلنا عندنا عيال وكلنا عندنا مشاكل مع عيالنا، بس يعني ما ينفعش نحلها بالزعيق وبالخناق وبالمنظر اللي كنت عاملاه ده، ونسيب أشغالنا وأعمالنا. أديكي قلتيها أهو، أمهات، حطي بقى عليهم أب ودادة وطباخ وسواق ومدرس ودكتور. يا مدام أنا لما قابلتكم امبارح قابلتكم بنفس النيرف بتاع الخناقة اللي كان بيني وبين ابني، وما كانش ينفع خالص يحس إن في أي حاجة ممكن تلخمني عنه، لا جار ولا شقق. وكان لازم توصل له رسالة إن أنا مش مركزة مع أي حاجة غيره هو بس. وبعدين يا ستي ديني كلمتوك أهو النهاردة. ها؟ تحبوا تشربوا حاجة ولا بعد الاتفاق؟ اللي يشوفك النهارده ما يشوفكش امبارح خالص. امسك الخشب يا اختي، للحالة ترجع لها. شوف الرقة والعقل والاتزان. بعد ما عندكم يا هانم. أنا باخد 3 شهور مقدم وشهرين تأمين. اسم الله؟ ليه يعني؟ استني بس يا عايدة، نسمع للآخر، استني. واستلم الشقة زي ما هي بالظبط. لو قشاية اتخدشت، التأمين بيروح عليكم. قشيت ايه يا ست انتي؟ دي احتروا على البلاط. حتى الحيطان دي لو اتخدشت برضو التأمين هيروح عليكم. مين اللي هيخدشها؟ احنا ناس نضاف بنحافظ على الحاجة. بتحافظي يبقى التأمين هيرجع لكم، انما طريقة كلامك دي مبينة العكس. لا لا لا، بقولك ايه، خلي بالك بقى من كلامك. انا اخلي بالي من كلامي؟ طب فضيها سير. نفضها سيرتين؟ هي مالها عامله كده ليه؟ ولا انت فاكره يعني ان مفيش غيرها؟ مفيش غيرها، عشان انت لو كنت لقيتي انضف من كده ما كنتوش هتيجوا تاني النهارده. يا اختي تغور من وشك، مش عايزين منك حاجه. ايه دي؟ انت ست قللت الذوق قوي على فكره. دي مجنون، انا هضربها. تضربي مين يا ست انت؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، بس بس بس، انتوا الاثنين ولا كلمه زياده. عيب، احنا ستات زي بعض. بقول لك ايه، شهر تأمين وشهرين مقدم، وهتوافقي وهنمضي العقد وهندفع الفلوس وهتشربينا القهوه. ها؟ عشان خاطرك انت بس يا قمر.